من 27 سنة غشيت ودخلت رجلي في المصيدة بحل الزجني. بالرغم الزجني أو الدوروود من الأكلات الإثيوبية والإريترية البعشقة السودانيين، وندي الطبخ لطباخه، بس أنا هعملها لكم بطريقتي وهحكي لكم القصة كيف دخلت زوجي في المصيدة دي من 27 سنة. في الصحن خطيت ملعقتين كبار من الملح الصخري، ملعقتين كبار من الخل، وعندي جدادتين بيبي تشيكن صغار بتخلص من الجلد في الأول، وبعد كده بقطع الجداد أربعة نقول يعني على أربع، أوكي، ربع صغير من كل حتة، بفصل الفخذة من الرجل وكمان الصدر بقطعها بالنص، لازم يكون الحجم ربع صغير كده. وزي ما ذكرت من 27 سنة كان عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عندنا اجتماع الشباب وقالوا أعملوا أكل، والشباب السوداني ده أنا عارفاه بيعشق الأكل الأثيوبي والإريتري، ما في حد كان بيعرف يعمل الزجني، لكن أنا ما عملت الطبخة دي، خليت أختي هي اللي عملتها، ومشينا جبنا بهار البربري وكمان الدليخ. بعد ما غسلت الجداد وصفيته كبيت عليه ملح بتاعة ملعقة صغيرة ملح الصخري وفلفل أسود وأحمر وأبيض، وبخليه تاني في المصفى لحد ما يصفي كل السوائل. طبعا الزجني داير بصل كتير، يعني كل ما تكتر بصل كل ما يكون حلو، وعندي القطاعة دي مريحاني، أنا هنا استعملت تقريبا 7 بصلات جمعا، قطعت مكعبات صغيرة. في الحلة الكبيرة خطيت ربع كوباية من زيت زهرة الشمس وبسخنها عشان أضم البصل. لازم أحمر البصل استمراريا لحد ما يدبل معايا وكمان اللون يبقى البني الفاتح ده. بديه ملعقة كبيرة من الثوم المهروس وبقلل فيه، وإحنا ما عايزين نحرق الثوم، لكن هنا دي إضافة من عندي، بخد الميستيكا، عود من القرفة، اللومي، الخلنجان، وكمان أهم حاجة ورق الغار، بقلبهم سويا. وبمناسبة الميستيكا أنا عارفة ما في الوصفة الأصلية الإثيوبية، هنا ضفت ملعقتين كبار من الصلصة وبشوحهم مع البصل. وبعد كده أنا عندي الدليخ العملاه في البيت، وده برضو تعلمته من صديقتي الإريترية في الشغل، وكمان أختي كنا بنحاول نطور في الوصفة. ضفت جمعا 4 ملاعق كبيرة من الدليخ، طبعا كل ما تضيفوا الشطة الحارة بالزيت. وهنا ضفت علبة كاملة بتاعة عصير الطماطم، بغمرهم بالموية السخنة بس ما بكتر الموية، وهم ممكن إضافة من عندي ملعقة كبيرة من مرقة الفجيت العاملة في البيت. بقفل على الحلة بخليه كده يتسبك، هو وبيتسبك لازم تسلق البيض في المرحلة دي. بعد ما تسبك وتكل تقل أنا بضيف الجداد المغسلة وفيه شوية من الملح والفلفل الأسود الملون وكل حاجة. وبالمناسبة مرقة الفجيتا فيها برضو كل البهارات، ممكن تضيفوا مرقة الدجاج. هنا ضفت ملعقة كبيرة من الملح والملح على ذوقكم، ولازم تضيفوا السمنة، طبعا أنا عندي السمنة العادية بتاعت البيت، لكن السمنة الأثيوبية الإريترية بتكون فيها كل البهارات. بعد ما السبك زي ما بقول الزيت طلع لفوق، بضيف تاني ملعقتين كبار من السمنة والبيض، لازم بشقه عشان الصوص دي بتاع الدوروود أو سوري يعني نقول البهار البربري أو الدليخ يخش من جوا برضو في البيض. بقفل عليه وبخليه تاني لمدة 10 دقائق، وكده الوصفة انتهت. وزي ما ذكرت لكم شبكت زوجي بحلة الزجني أو الدوروود، وخطبني بعد الأكلة دي وافتكرني إنه أنا العاملة، بالرغم زي ما ذكرت لكم أختي كانت عاملة. وإن شاء الله الوصفة دي تعجبكم وتطلع إكسبلور وتصل إلى 10 مليون. وتحية لكل الأثيوبيين والإريتريين على الطبخات المميزة، لأنه فعلا بيبدع.